وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بين خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في مطار كركوك أن الغاية الرئيسة لافتتاح المطارات المدنية في المحافظات هو تسهيل حركة المسافرين والتخفيف عن كاهل المواطن، فضلا عن زيادة الواردات المالية للمحافظات. حقيقة المطار في وضعه الحالي يعني حقيقة لا أرضى عليه بهذه الحالة، أنا غير مقتنع بهذه الصورة. يفترض أنه أن يكون المطار في غضون بضعة أسابيع فيه صالة للاستقبال وصالة المغادرين وفيه كل شيء. هذا المدرج الذي ترونه أمامكم والذي نلقي هذه الكلمة منه حقيقة بحاجة إلى أجهزة، والأجهزة قادمة إن شاء الله من كل أصقاع العالم حتى يكون هذا المطار مؤهلاً و ضمن التصنيفات والمواصفات والشروط الدولية المقبولة من قبل الإيازة، منظمة الإيازة أو الإياتا أو كل المنظمات العالمية المعنية بسلامة الطيران.